السلام عليكم الاخوات، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. حنا الان عند العزيزي انتيسما ديال العزيزي، ديالنا واحد الجوله خفيفه، نشوفوا واحد البلان اللي باغي يبيع واحد مولاه. كما كتشوفوا البلان هو هذا، كاين فيه 135 متر محفظ متيتر مريقل. كاين هذا البلان هذا اللي فيه السدره، هذا هو فيه 135 متر محفظ مريقل. مونتيسما ديال العزيزي معروفة، دوار جابر. انتما تشوفوا الناس راه كاع بنات هنايا، انتما تشوفوا بالنسبة للثمن 320 ألف وقابل للنقاش. هذا هو البلان، هذا هو بالنسبة هنا. راه كاين جوج بلانات، كاين واحد دو فاساد ديال مولاه، بصح البلان اللي غادي يتباع هو هذا، عندو غير فاصاد واحد كما كتشوفو. هاد الجزيئة د العزيزي شتوها، هي هاديك. البلان هو هدا فلانتيسما كما كتشوفو، فيها 135 متر محفظة متيترا معدلة. انتما تشوفو بالنسبة للثمن كما قلنا 320 ألف. هانتوما تشوفوا الناس كاع بنات. البلان كما قلنا هو هذاك اللي راه ليه، هذيك مدرسة اللي جات فلانتيسما ديال العزيزي معروفة، المحل هكداك. هذاك هو الحد ياك، الحد ديال البلاد، الحد ديال البلاد على حساب الحيط، على حساب الحيط لهاد البلاص هكذا. يعني هذا هو البلان، فيه 135 متر، عنده فصاد واحد هكذا، فصاد واحد هاد الطريق. هيا الزنقة، واه الزنقة 6 متر، ها هي. سبعة متر. درنا واحد الجولة كاملة في هذه البلاصة هذه باش تشوفوا، باش تشوفوا كاملين الجيران ديالكم. ها انتم هذا راه باني، هادو كاع بانيين، هادو مازال ما بناو.